بعد الله اوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الاردن. نبدا نشرتنا بالتوقعات الجويه للعاصمه عمان خلال فتره السحور، حيث يسود طقس صافي 15 درجه مئويه متوقعه، الرطوبه 62%، اما الرياح تكون خفيفه السرعه. ننتقل الان لتفاصيل الحاله الجويه المتوقعه اليوم غد في باقي مناطق المملكه. نبدا بالمنطقه الشماليه، ارتفاع كبير على درجات الحراره، المفرق 31 الى 17، اربد 27 الى 14، جرس 29 إلى 15، أما عجلون 25 إلى 14. بالنسبة للمنطقة الوسطى أيضا تشهد ارتفاع كبير على درجات الحرارة، الحرارة في العاصمة عمان تلامس 30 درجة مئوية، نفس الشيء في البلقاء، الزرقاء ومأدبة، البحر الميت طقس حار 36 إلى 20. أما بالنسبة للمنطقة الجنوبية أيضا الكرك تلامس الحرارة 30 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الدنيا 16، الطفيلة 27 إلى 15، الشوبك 26 إلى 15، معان 31 إلى 18، أما العقبة 36 إلى 22. بالنسبة للمنطقة الشرقية أرويشة 33 إلى 18، نفس الشيء في الصفاوي، الأزرق 34 إلى 19. إلى اللقاء.